نجدد بكم الترحاب ضمن فعاليات المهرجان الدولي للسينما والهجرة في دورته 12 برحاب مسرح محمد السادس، ونستهل حفل الافتتاح بكلمة للسيد عبد اللطيف الطريفي مدير المهرجان ورئيس جمعية التضامن للتنمية والهجرة، فليتفضل تحت تصفيقاتكم. والصلاة والسلام على رسول الله وآله. أيها السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، مسرورون جدا باستقبالكم وبحضوركم التف في هذا الصرح السينمائي الحضاري، في هذا المسرح البهيج الذي زاد من بهاء وجمال وطرائف التراث بوجد عروس الشرق. حضرتم اهلا ونزلتم سهلا في هذا المهرجان السينمائي المتميز، وهو يوقع على نسخته 12 الموسومه بالسينما وحقوق المهاجر، بحثا في سؤال يؤرق الجميع حول حقوق المهاجر في ظل تنامي الهجره بشكل غير مسبوق، بحثا عن قضاءات اخرى في امكنه اخرى طلبا للامن والاستقرار والعيش الكريم. يحدث هذا المد في الهجره غير النظاميه في ظل توسع مساحات وحدود الحروب في مجموعه من الدول، وايضا في ظل نفوس مبهوت في الحريه والديمقراطيه والعداله الاجتماعيه في كثير من الدول في افريقيا كما في امريكا اللاتينيه وفي المنطقه العربيه ايضا. والمغرب الذي اهتدى الى وضع استراتيجيه تعيد نموذجا يتحدى به في العديد من الدول، وقد فتح ابواب لاستقبال المهاجرين الغير النظاميين وتوطينهم بعد استيفاء شروط الاقامه والعمل في مختلف جهات المملكه. فاصبح بذلك المغرب منطقه استقرار للمهاجر، وبالاخص ابناء القاره الافريقيه وليس منطقة عبور. أيتها السيدات والسادة الكرام، انطلاقا من هذا المعطى يكون للسينما دورا بارزا في الإسهام في هذا المجال، نظرا للدور الفن السينمائي المؤثر في الشعوب والناقل للمشترك الكون الحضاري والإنسان، ما يرفع من منسوب دور السينما الأكيد في تبليغ رسالتها النبيلة لمعالجة قضية معقدة كالهجرة، التي سبق وأن قلت في بداية هذه الكلمة أنها تؤرق الجميع. في هذا السياق، وبعد مرور 12 سنة ورغبة منا في أن نجعل من عاصمة الشرق محطة للفن السينمائي الراقي وملتقى يجمع الإنسانية جمعاء على طاولة حوار الفن السينمائي لطرح قضايا والمهاجرين، ولأننا نعتبر أن السينما تعد جسرا للتواصل والتراقي بين الشعوب والثقافات المختلفة، نؤكد على ضرورة دعم الفعاليات السينمائية ذات المرمى الهادف التي تسهم حقيقة في رفع وعي المجتمع بخطورة الهجرة الغير النظامية. ولذلك عمل المهرجان الدولي للسينما والهجرة هذا العام على وضع مقاربة سوسيوثقافية بتيمتين قويتين، الأولى الهجرة والسينما. حاولنا فيها تقريب مفهوم الهجرة كظاهرة كونية عرفتها كل الشعوب على مر التاريخ. أما التيمة الثانية، رصدنا بعض الأفلام المغربية والدولية التي تناولت الهجرة كتيمة لطرح والتداول، وذلك من خلال المعيقات الكثيرة التي يعيشها المهاجر في المجتمع المضيف. وحاولنا تدارس وتحليل بعض الأفلام التي اشتغلت على الهجرة السرية
ومآسيها وتطرقنا إلى أسبابها وكيفية الحد منها. ونجحت بفضل الأهداف المستقرة وتضافر الجهود ودعم الشركاء والمتعاونين. اسمحوا لي أن أؤكد لكم في الختام أن المهرجان الدولي للسينما والهجرة يساهم على مدى 12 عام في تنشيط الحركة الثقافية والسياحية والاقتصادية للمنطقة الشرقية، ويفتح أبواب وتشترك المغربي لزوار المهرجان ومشاركيه من فنانين مرموقين ومفكرين وإعلاميين وباحثين ومجتمعين. وستعرف الدورة 12 برنامجا حافلا ومميزا في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة والطويلة، وتكريمات ورشات تكوينية وندوات في السينما ومستر كلاس يسهر على تنشيطها مخرجين سينمائيين وأكاديميين وفنانين من داخل الوطن وخارجه. السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، أخيرا أود أن أعبر عن شكري الخاص ونيابة عن أعطاء إدارة المهرجان كل من السيد والي جهة الشرق عامل عملة وجدة أنقاد، السيدة المديرة الجهوية لوزارة الثقافة لجهة الشرق، السيد رئيس مجلس جهة الشرق، السيد مدير المركز السينمائي المغربي، السيد الكاتب العام لمؤسسة بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحضور الكريم كل باسمه وصفته، ضيوفنا الأعزاء، السيدات السادة كل باسمه وصفته كما قلت. عمتم مساء ومرحبا بكم في وجدة العامرة، المدينة الألفية، جسر التواصل والمحبة والسلام. في البداية أتوجه بالشكر إلى جمعية التضامن للتنمية والهجرة على الاستماتة والإبداع في تنزيل مشروعي الفني والثقافي الهادف إلى تقريب المسافات بين الثقافات والشعوب انطلاقاً من مدخل لغة الفن السابع. هي الآن في دورتها 13، فليس من السهل أن تحقق هذه الاستمرارية والتراكم إن لم تكن إدارتها مؤمنة ومقتنعة بنبي رسالتها ومحبة بإصرار النبي لما تقوم به. ويسعدنا في وزارة الثقافة أن نكون شركاء إلى جانب جمعية التضامن للتنمية والهجرة في مواكبة أنشطتها، خاصة أن موضوع الجالية والهجرة يحظى باهتمام كبير من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حيث أشاد في خطابه الأخير إلى إعداد مؤسسة محمدية للمغاربة المقيمين بالخارج من أجل التنسيق وإعداد الاستراتيجيات الوطنية الموجهة لفائدة الجالية وإعطاء دفعة قوية للتأطير الثقافي واللغوي والديني لمغاربة العالم على اختلاف أجيالهم. السيدات والسادة الحضور الكريم، لا يخفى عليكم أن السينما كانت في تاريخها من أهم الوسائل التي تركن إليها الدول في تقديم نفسها وبناء صورته الذهنية عبر ما يسمى بالدبلوماسية السينمائية، وهو مفهوم جديد يهدف إلى تطوير النظم الدبلوماسية وزيادة قوة الدولة الناعمة، بوصفه مجالاً علمياً جديداً يهدف إلى اكتشاف العوالم الثقافية والاجتماعية والجغرافية واللغوية في الأفلام السينمائية التي تستخدم للتأثير على إدراك الجمهور وبناء العلاقات مع الشعوب. إن المغرب بحكم موقعه الجغرافي ووجوده في مركز إشكالية الهجرة كجسر عبور ثم استقرار، انخرط مبكرا في صلب هذه الإشكالية ببناء تصورات الحدود تحفظ كرامة الإنسان. إن اختيار موضوع هذه الدورة حول السينما وحقوق المهاجر دليل آخر على دينامية المجتمع المدني ووعيه الكبير بإشكالية الهجرة والمهاجرين وانخراطه الفعال في التحسيس والدفاع عن كرامة الإنسان من منطلق الفن السابق، بغية تقديم الذات وفهم الآخر وبناء الهوية الثقافية العامة لتقريب وجهات نظر وإنتاج حلول إنسانية. لذا تصبح المهرجانات السينمائية وسيلة فعالة لبناء هوية
العالمية وإدارة الحوار حول القواسم الإنسانية المشتركة، وتفرد كل ثقافة بمساهمتها في بناء الحضارة الإنسانية. السيدات والسادة الحضور الكريم، إن وعي وزارة الثقافة بأهمية الفن السابق أعدت مشروعاً طموحاً يرمي في مقاصده إلى تأهيل قطاع السينما. كان من نتائجه إحداث 150 قاعة سينمائية على المستوى الوطني، ونحن في جهة الشرق لدينا 9 قاعات، ونحن محظوظين بهذا العدد الهائل من دور السينما التي تتواجد واحدة منها هنا في مسرح محمد السادس. 150 قاعة سينمائية على المستوى الوطني في إطار خدمة ثقافية جديدة تسعى لسد النقص الحاصل في مجال العرض السينمائي. وفي هذا السياق أشاد السيد وزير الثقافة بدور جمعيات ثقافية وخاصة الأندية السينمائية في إنجاح هذا المشروع، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة وباقي الأطراف المعنية، يهدف إلى تشجيع المواطنين على الإقبال مجددا على الشاشة الكبرى وخلق دينامية ثقافية وفنية وسينمائية، خاصة تمكين الشباب في ربوع المملكة من ولوج السينما ولقاء الفنانين والاطلاع على تاريخ بلدهم من خلال الفن السابق. السيدات والسادة، لن أطيل عليكم في موضوع مترامي الأطراف وتعدد الأبعاد، إذ نقول وفقنا الله جميعا لما في خير الوطن والمواطن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مرحبا بكم. مجد أنجاز تتقدم مشكورة تحت تصفيقاتكم.
وبالمناسبة كنقول بأننا ونيابة على لجنة التحكيم كنقول بأننا حنا هنا كلجنة التحكيم ما جيناش باش فقط أننا نشوفوا أعمال ونديروا التقييم ديالها ونعطيو جوائز للفائزين فقط، ولكن جينا باش نقتسموا جميعا واحد يعني واحد الفرجة ونستمتعوا بالإبداعات ديال جميع المخرجين، وكنتمنى نكونوا في المستوى إن شاء الله، ونتمنى أنكم تحضروا بكثافة باش حتى نتوما تشاركوا معنا هذه الفرجة السينمائية. Je maintenant parle en français. الحدث الإفريقي معكم من قلب الحدث.